بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا، اهلا وسهلا حضرتك. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، وكابتن علي برحمان، وكابتن احمد. اهلا بيك كابتن منور. خلينا في البدايه نقول مبروك للنادي الاهلي على الفوز وعلى الثلاث نقاط، وحظ اوفر لنادي المريخ. كابتن ايمن، للمره الرابعه والخامسه هقول عدم وجود تقنيه الفار في هذه المباراه قد يتسبب في اخطاء تحكيميه صحيح تؤثر في صعود او على تسلم الترتيب. عندنا مشكله للمره الثانيه بتحصل كابتن اسامه. انا بس هروح لماتش الاهلي والهلال. نفس الشيء، ما كانش فيه تقنيه الفار وكان الحكم رضوان جايد. المباراه دي لسه الاسبوع اللي فات، لما يبقى في حارس المرمى بيطلع خارج منطقه الجزاء وبيرتكب مخالفه لمس الكره باليد صح مع لاعب النادي الاهلي اللي هو كان على التسديد من مره واحده، مش حد يا كابتن عادل موجود خالص، والحكم ما يحسبش، ولا المساعد الاقرب يحسب، ولا الحكم الرابع، ولا المساعد، محدش شاف الحاله. حاله طرد مباشره في مباراه الهلال للاسف الشديد رضوان جيد لم يشاهدها، وبالتالي انا شايف ان دي كانت خطا مؤسف جدا. دي حاجه. النهارده بنتكلم في الحكم الانجولي هيلدر مارتينيز. عايز اقول النهارده عدم وجود تقنيه الفار يعني حرمت يا كابتن احمد الاهلي على الاقل، مش هقول ركلتين جزاء، على الاقل ركله جزاء واضحه جدا جدا الاثنين لمحمد شريف، وهنشوف الصوره مش هنتجنى على الحكم. ولكن انا عندي لعبه كمان كابتن ايمن. ايوه كابتن. في نص الملعب دي لخصت كل اداء الحكم. لعبه الحكم بيحسبها فاول في الوقت اللي هو لو كان سمح باستمرار اللعب كان لاعب النادي الاهلي انفراد. تمام مظبوط. طيب السؤال هنا، السؤال انا بتكلم على القانون والتحكيم، عندنا حاجه اسمها مبدا اتاحه الفرصه طبعا. دي محاضره كامله للحكم طبعا، فيها فيديوهات كتيره جدا كابتن عادل كابتن شريف بنقول للحكم امتى تتيح الفرصه وتعطي الافضليه للفريق اللي تم ارتكاب ضده المخالفه وامتى توقف اللعب. تعالى يعني دي اول لقطه معايا لخصت كابتن اسامه مستوى الحكم من تمركز، من قراءة، من يعني من توقع، لا يجيد أي شيء في الحاجات دي خالص، بالعكس ده عنده مشكلة كمان في التمركز وقراءة اللعب. حتى اللعبة اللي أنا هجيبها ديت صورة هنشوف لعب النادي الأهلي متغطي تماما لحظة احتساب المخالفة، ونشوف الصورة والأداء التحكيمي للحكم هيلدر. نشوف هنا كابتن، هنا بالظبط كده، هو هنا المخالفة تم ارتكابها كابتن أيمن. ايوم افضل انا بتكلم مع حضراتكم كلكم، ايوم افضل انا النهارده لاعب النادي الاهلي ده استلم، بص عمل باص هنا الباص رايح تماما مظبوط، هنا اخر مدافع هنا موجود هنا مغطي هنا تسلل يا كابتن شريف تمام. الحكم هنا وقف اللعبه، وقف غريبك فعلا. انا النهارده بنتكلم على مبدا تحت الفرصه، اما امتى هدي اللاعب الفرصه، امتى هدي نفسي ان انا اتيح الفرصه للعب. هنا وقف اللعب ولا اشهر البطاقه الصفراء ولا اشهر البطاقه الحمراء ومع ذلك وقف اللعب. دي بتلخص حاجات كتير جدا يا كابتن اسامه، هي ان ما عندوش توقع، ما عندوش قراءه. ايه المانع؟ المانع والقانون بيسمح لك انك انت اعطي الافضليه وارجع لو في بطاقه ادي البطاقه، وما عندوش رؤيه كمان، ما عنديش مشكله. انما انا هذه الحاله لو هو النهارده سمح باستمرار اللعب ووصلت هنا واللاعب ده جاب هدف او حتى ما جابش هدف، انا سقف له صح. ولكن للاسف الشديد دي حاله تدل على ان الحكم النهارده كان فقير جدا جدا في حتى في التوقع. نروح للحاله اللي بعد كده. الحاله اللي بعد كده، تعال شوف يا كابتن هنا فين الحكم تمركزه. خلي بالك دايما بنقول لحكامنا ايه، لو انت موجود في المكان يا كابتن بلال، لو انت موجود يا كابتن اسامه في المكان وحتى قرارك حتى خاطئ، انت بتديني قناعات انك انت قرارك صح. صحيح معايا؟ صح يا كابتن، بتديني قناعات ليه؟ ما هو انا في العاب زي ديت ممكن اقول لك لا انت اخطات. ليه؟ ده انت بتحاول تبص وانت واقف، يعني بتحاول تميل بجسمك عشان تشوف الحدث اللي موجود، ما عندكش تفاصيل، على الرغم ان النهارده انت عارف ان مفيش تقنيه فار، وكان لابد انك انت تحضر نفسك بدنيا وفنيا وذهنيا. كل الكلام ده للاسف شديد ما كانش موجود مع الحكم هيلدر. هو هنا اكتر من لاعب هنا قافل على الزاويه، هو مش شايف. دي حاله من ضمن الحالات اللي كانت لمحمد شريف، طبعا التصوير مش موضح. تعال نروح بقى للحاله اللي هي مهمه جدا كابتن اسامه، اللي لعب الكوره بامانه هو محمد شريف صح. شوف القدم فين يا كابتن؟ كابتن عادل، كابتن عادل في رجله اهو،
هنا اهو النهارده لو الفار موجود كان هيجيب الحكم وكان هيحسب بلانتي بينالتي. طب هذا خطا النادي الاهلي كسب. طب هو كل مره النادي الاهلي هيصحح اخطاء التحكيم؟ سؤال يعني، هو كل مره النادي الاهلي يتحمل اخطاء التحكيم او بالفوز النهارده هو انقذ الحكم من اخطاء فادحه؟ تعالى هوريك حاله كمان تلخص ان هذا الحكم مش مركز. تعال نشوف الحاله اللي جايه. الحاله اللي جايه هنا، هل هذا معقول حكم دولي في الاتحاد مضربة الكرة؟ هل هذا معقول؟ انت تتواجد في مسار اللعب، لو النهارده عندي حكم درجه ثالثه النهارده في منطقه القاهره او منطقه اسكندريه عمره ابدا ما هيجي في المكان ده كابتن. اه طبعا استحاله استحاله. ده دليل على ايه؟ ان هذا الحكم زي ما قلت مش محضر نفسه، ما عندوش توقع، ما عندوش قراءه، مش عارف حتى يتمركز او يتوقع في الملعب. يا كابتن عادل مرخص الكلام زي ما قلت، النادي الاهلي النهارده بفوزه النهارده دار كتير جدا جدا الكابتن احمد على اخطاء هذا الحكم اللي كانت موجوده بشكل كبير. اتمنى تاني، بنقول تاني وتالت، من فضلكم اتحاد افريقيا عندك امكانيات كبيره، طبق تقنيه الفار في المباراه اللي جايه. كويس يا كابتن. اتفضل. خلصنا الماتش النهارده. طيب الفتره اللي فاتت في مباراه الدوري العام المصري ممتاز كره قدم، يعني شفنا حاجات بصراحه مش عايز اتكلم عن الموسم اللي فات اللي هو المنتهي ده، ولكن شفنا اخطاء تحكيميه فجه، وانا مسؤول عن اللفظ، اخطاء تحكيميه فجه. يعني حتى الكابتن محمود الخطيب يمكن اتصل باستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره، واتصل باحمد دياب رئيس الرابطه، وكلمهم واستعرض معاهم الاخطاء التحكيميه اللي حدثت وتاثيرها على المباريات وتاثيرها على المنافسه وتاثيرها حتى على الفرق بصفه عامه. تمام يا كابتن. الحل ايه بقى؟ بص يا كابتن، خلينا نتكلم الاول، يعني لما يبقى كابتن احمد كابتن اسامه الاتحاد الدولي والمجلس الدولي التشريعي البورد ولجنه الحكام في الاتحاد الدولي تسعى دائما الى تطوير منظومه التحكيم. ليه يا كابتن عادل؟ لتحقيق العداله التحكيميه. يعني ده هدف اساسي من اهداف الاتحاد الدولي، انك انت ازاي كحكم تحقق العداله التحكيميه دون استثناء اي نادي. احنا بنتكلم النهارده الحكم اللي ما عندوش القدره في وجود تقنيه الفار يا كابتن احمد، انت عاوز ايه تاني؟ انت بتخطا الفار بيجيبك بتصلح، ما عندكش مشكله. يعني بنقول النهارده الدوري المصري كلام للحكام، ما عندكش اي مشكله في انك انت لما بيروح منك قرار بترجع لتقنيه الفيديو. مظبوط. في حجه؟ لا مفيش حجه، بالعكس خالص طبعا. يعني انت واحد مثلا بيمتحن يعني ومش عارف السؤال، بنقول له خد السؤال اهو الاجابه. لا وعايزين نفهم حاجه كمان يا كابتن، هو لما الفار بيجيبك معناها ان في حاجه بالظبط. كويس. حاجه عكس اللي انت حسبتها. تمام. فانت لما بتروح بتتاكد، والناس كمان بتشاهد معاك الواقعه دي وبتتاكد، وتروح تعمل حاجه تانية مخالفه، وده شفناه في ماتش احتواء امبارح او اول امبارح. بص يا كابتن، شفنا فيه الكلام ده. دايما بنقول لما بيكون على الفار حكم صغير بنعذره، لما يكون حكم على الفار كبير، حكم دولي كبير، هو يعلم تماما لما بيجيب الحكم، يعلم تماما ان هو بيجيبه عنده قناعات، عنده اعتبارات اتخاذ القرار. فلما بيجيب الحكم النهارده كابتن احمد بقول له تعالى انك انت في عندك خطا ما شفتوش، او في خطا انت احتسبته بالخطا. يبقى انا النهارده لك حكم دولي على الفرق يا كابتن عادل، وانت حضرتك حكم من الميدان دولي، لما انا ناصر عباس اقول لك تعالى في بطاقه حمراء، تعالى في بطاقه حمراء، تمام؟ اجي النهارده انا اروح اشوف المخالفه وارجع عد الصفره. خلينا اقول الكلام ده ممكن يتم مع حكم صغير في الفار. مظبوط. انما لما يكون حكم كبير هو يعلم تماما مفاتيح القرار، ويعلم تماما كونسيدريشن او اعتبارات القرار، ويجيبك يقول لك هنا حمراء، احتملت حمراء، ترجع تدي الصفر. صح. ماليش علاقه بالكلام ده. يعني انا عاوز اقول في مباراه ديربي السعوديه النصر مع الهلال، الهلال كسبان 3-0 كابتن احمد، كابتن اسامه 3 مقابل لا شيء في مباراه ديربي كانت اول امبارح. مظبوط. الحكم سيرجي كراسيف اللي هو كان بيدير المباراه، ايوه، حاله من حالات البطاقه الحمراء المباشره، الفار جابه راح ما خدش ثانيتين. صح. رجع اشهر البطاقه الحمراء، على الرغم النصر مغلوب 3-0، رجع طرد لاعب من النصر. انا ما عنديش مشكله لا ابحث عن النتيجه او لا انظر للنتيجه. صح. التحكيم ملوش اعتبارات يا كابتن. برافو عليك كابتن احمد. اكيد. طب انا اتفضل يا كابتن. الاتحاد الدولي يا كابتن، القانون بيقول مين اللي ليه القرار النهائي؟ الحكم.
الحكم. بس انا بتكلم في نقطه مهمه كابتن، يعني لما احمد بلال الحكم دولي وسام عرابي حكم دولي، اثنين طبعا في يعني تصنيف دولي، انتوا الاثنين عندكم القدره على قراءه اللعب او عندكم تفسير القانون او تفسير القرار. لما احمد يجيبك يقول لك سام هنا احمر، احمر هو دارس كويس قوي. ما هو دلوقتي النقطه اللي انا بتكلم فيها أنا عشان كده النقطه اللي بتكلم فيها عشان كده الاتحاد الدولي مدي الحكم قرار النهائي القانون، وانا استدعيتك وقلت لك دي مستدعيه احمر، انت رحت شفتها ما اقتنعتش وقلت لا دي مش حمراء، القرار رجع ليك. وهي دي السؤال هنا، يبقى المشكله عند مين؟ يبقى حاجه من الاثنين يا كابتن، يا احنا بنفهم الحكام غلط يا احنا ما عندناش عنصر توحيد القرارات. ودي مشكله، او العناد بين الاثنين ودي مشكله. كابتن اسامه السؤال واضح، انا بقول لك في ماتش النصر والسعوديه الحكم راح للفار رجع احمر، ليه؟ هناك سلوك على دهس على القدم، خمس ثواني مفيش خمس ثواني. انا اللي انا ملاحظه انه غالبا 90% من القرارات لما الحكم بيرجع للفار غالبا بيبقى مع قرار الفار أكيد. يعني اللي انا شايفه اكيد، بس في حالات زي ما انت قلت بيرجع للفار ومع ذلك هو بياخد القرار خلاص، هو كابتن هو مسؤول مسؤول عن القرار. ولكن بص يا كابتن انا هتكلم كمان من ضمن الحالات، لما يبقى النهارده مثلا انا كحكم فار بجيب الحكم، بجيب الحكم كابتن ايمن بجيبه، خلي بالك في ركله جزاء لا يوجد ركله جزاء، بقول لك تعالى شوف تاني بترجع انت تحسب، تتحمل المسؤوليه، انت عندك القرار مفيش مشكله. ولكن احنا بنتكلم فيه النهارده كل قرارات تحكيميه محتاجه مفاتيح القرار صحيح، لو انا النهارده كحكم مش عارفها هعمل مشكله. خلاصه الكلام يا كابتن ايمن بنقول ان الحكم اللي ما عندوش القدره يا كابتن احمد كابتن شريف ما عندوش شخصيه تحكيميه ان هو يطبق القانون ويحقق العداله التحكيميه على الكل، على الكل ما عندكش القدره على كده، لم لبسك واقعد في البيت واتفرج، لم لبسك واقعد في البيت واتفرج. بقول تاني اهو عندك الفار ما عندكش مشكله، انت ايه اللي ناقصك؟ اللجنه الحكام بتديك كل الكونسيدريشن وكل المحاضرات وكل الحالات التحكيميه بتدرسها، وعندك تقنيه الفار، ما عندكش القدره والشخصيه التحكيميه تطبق القانون صح، مش قادر سيبها، سيب لم لبسك واقعد في البيت وسيب حد تاني يحكم صح. في النهايه بنشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن نايم، شكرا. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمريخ السوداني في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا الانديه ابطال الدوري، والتي انتهت فوز النادي الاهلي 3-2 وصعوده للمركز الثاني بالمجموعه. الف مبروك للنادي الاهلي على العوده مره اخرى وعلى فوز المباراه النهارده في ظروف صعبة جدا جدا جدا، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمة ان شاء الله. حابب في النهاية ان انا اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم الف شكر يا كابتن، شرفتنا ونورتنا. بشكرك يا كابتن ومبروك النادي الاهلي، وهارد لك لفريق المريخ، فريق محترم جدا، هارد لك والف مبروك وعقبال الماتشات الجاية ان شاء الله. باذن الله. كابتن عادل عبد الرحمن شرفتنا كابتن، الف شكر. اولا يا كابتن بقول مبروك واتمنى ان مباراة بيراميدز لازم تتأجل علشان الاهلي بيلعب باسم مصر، وشكرا باذن الله. كابتن اسامه عراوي شكرا يا كابتن، شرفتنا. شكرا ليك يا ايمن والف الف مبروك. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن، اشكرك كابتن، ربنا يخليك. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى، واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق التحيات.